دخل الكاتب والشاعر والناشط آيلتون كرينك رسمياً الأكاديمية البرازيلية للأداب في مراسم أصبح على إثرها أول شخص من السكان الأصليين ينضم إلى نادي الخالدين في أهم مؤسسة لغوية وأدبية في البلاد. وشهدت المراسم التي أقيمت في ريو دي جانيرو تجاوزاً للأعراف المتشددة المعتمدة سابقاً في المؤسسة التي رأت النور عام 1897، إذ قدمت خلالها أغنيات للسكان الأصليين وعرض لراقصين يضعون أغطية رأس من الريش. يشتهر كرينك البالغ 77 عاماً خارج حدود البرازيل بأعماله التي تنتقد الاستعمار والنظام الرأسمالي، بينها مجموعة أفكار لتأخير نهاية العالم الصادرة عام 2019 والمترجمة إلى 10 لغات. وقد انتخب كرينك لعضوية الأكاديمية البرازيلية للأداب في تشرين الأول أكتوبر لملء مقعد من المقاعد 40 في الأكاديمية، كان شاغراً منذ وفاة المؤرخ موريلو دي كارفاليو في آب أغسطس الفائت.